توقعت منكم كل شيء إلا أنكم تكونون ساجين بهالمكان القذر. عمري ما تخيلت أشوف يوسف بهالحالة. يوسف راح يين بينه وبين الموت شعارة واحدة بس. وعلى فكرة ما راح يتنازل، أنا متأكدة من هالشيء. عمري ما توقعت يوم يحاول يذبحني فيه. معقولة؟ معقولة على بالي صرت أنا معاكم؟ على أساس إنه ما يعنيك ولا هو بفارق معك، مو بذا كلامك؟ وإيش اللي تغير الحين؟ أنت وديتيه لهناك عشان يذبحه ولا شنو؟ على فكرة هذا السجن حوله حق شخص مجرم، ممكن يسوي جريمة ويورطنا كلنا، وبعدين أنا ضد إنها تروح لهناك وقلت لكم هالحكي. عادي، أنا كنت متوقعة إنه ما بيتنازل بذي السهولة. صعب على واحد زيه يتنازل عن هذه الثروة بكل بساطة. تمام، ومدام متوقع شو الحل الحين عيل؟ ولا شيء، يبي له وقت، خله ياخذ وقته. وانا طالعه من عنده سمعته يصارخ يقول اذا يبتولي امي ممكن اتنازل. عظيم، فكره ممتازه. وين الفكره الممتازه بالموضوع؟ شلون امه ميته؟ اكيد بنلقى لها حل، يا نجيب له امه يا نخليه هو شخصيا يلحقها.